وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستأذن ليدخل فأذنت له، فدخل فأسرع الصغار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحوطونه، فأخذ يقبلهم وهو يبكي. تقول أسماء: شعرت بخوف في قلبي، خفت أن أسأله عن جعفر فأسمع ما أكره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم، بل يقبل الأطفال ويبكي. فقالت: يا رسول الله، ماذا حدث لأصحابك؟ ماذا حدث لجعفر؟ فقال: استشهدوا اليوم. فسقطت على ركبتيها باكية، وعاد الأطفال إليها يبكون. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، اللهم أخلف جعفرا في تركته، لقد رأيت جعفرا يطير في الجنة بجناحين مخضبتين بالدماء. أيها الناس، هؤلاء هم أجدادنا. أيها الناس، هؤلاء هم رجالنا. هؤلاء الناس هم الذين حملوا إلينا الإسلام. فتفرجوا يا منتمون لأمة كانت لها في العالمين صدارة. أمتنا في الأساس كانت أمة قوية، كانت تتمسك بدينها. فما بالنا اليوم تركنا ديننا؟ ما بالنا اليوم أصبحنا في ذل بعد أن تركنا هذا الدين العظيم؟ إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله.